صباح الخير، صباح الخير مشاهدي قناة الصحة والجمال. ده بأول برنامج، أول حلقة البرنامج ساعة مع رانيا. يا ريت إن شاء الله تتبسطوا وأكون ضيفة خفيفة عليكم. وإحنا معانا أول فقرة، معايا رحاب محمد، مدرب صحي وخبير التغذية. أهلا بك يا اهلا رحاب. بيك يا رانيا، ازيك؟ عامله ازيك؟ ايه؟ الحمد لله. قولي لي، كلمينا بقى عن الأنظمة الغذائية، وإيه الحاجات اللي المفروض إن إحنا نعملها، وإيه الحاجات الصحية المفيدة. بصي، الانظمه الغذائيه دي كتير قوي، يعني ليها مسميات كتير، يمكن فوق ال100 نوع دايت، لكن كلهم بينحصروا نقدر نختصرهم بتسهيل كده يعني عشان تبقى الامور سهله. يا اما دايت بيعتمد على السعرات الحراريه، اوكي. وده دي اقدم انواع الدايت، اللي هو ان انا اخد سعرات اقل من اللي انا بحرقه. اوكي. الدايت التاني اللي هو بيكون مثلا البروتين عالي فيه شويه، يعني نسبه البروتين بالنسبه للكربوهيدرات او النشويات عالي شويه. اوكي. في الدايت اللي هو ترندي اكتر او الناس ماشيه عليه الايام دي، سمعت ان في دايت ترندي خالص دلوقتي. كتير. في الكيتو دايت او الكيتوجينيك دايت، ده بيعتمد على نسبه بروتين ودهون عاليه وما فيهوش نشويات خالص. تمام. وفي نظام اللي هو الصيام المتقطع، اللي هو انا بصوم في عدد ساعات مثلا حوالي 16 ساعه، اوكي. وباكل خلال 8 ساعات في اليوم. انا بحدد عدد الساعات دي وبثبتها كل يوم وباكل خلال 8 ساعات، او بصوم 18 ساعه وباكل خلال 6 ساعات اوكي. الوقت اللي انا صايمه فيه. ده اللي هو الصيام المتقطع الصيام كمان كده. المتقطع مش صيام بقى يعني خالص، لكن باخد فيه مشروبات، باخد فيه ميه كتير قوي، اوكي. سوائل وحاجات ما فيهاش سعرات حراريه. اوكي. في دايت كمان اللي هو الفيجن او اللي هو النباتي، اوكي. اللي هو الناس فيها بتاخد فيها فاكهه وخضار ونشويات، وما بتاخدش اي بروتين حيواني، يعني ولا لحمه ولا فراخ ولا سمك. وفي دايت معدل ليه شويه، البسكيتيريان، ده اللي هو باخد فيه سمك زائد الحاجات دي، بس ما اوكي. باخدش برضو لحوم. انواع الدايت يعني كتير، بس هي يعني ده باختصار الانواع الرئيسيه بتاعته. وفي كمان الجلوتين فري، انا سمعت عن الجلوتين فري. وفي الجلوتين فري اللي هو الدايت اللي ما فيهوش اي منتجات قمح، باخد لها بقى بدائل تانية بدل القمح، وده بيكون مينلي للناس اللي عندها مثلا امراض امراض مناعيه مناعه او كده. او عندها اوكي. حساسيه من الجلوتين، القمح نفسه يعني. تمام. وبالنسبه للاطفال، يعني تفتكري ايه الطريقه الصح اللي احنا نحبب بيها الولاد يعملوا دايت؟ نقول لهم الاكل لا كذا، اللانش بوكس يبقى فيه ايه، الكلام ده؟ احسن حاجه ان انا ما اقولهمش ما تاكلوش كذا، اقول لهم فوائد الحاجات الصحيه، اوكي. وهم من تلقاء نفسهم لو عرفوا مثلا انه الكالسيوم ده هيعمل لهم عظم كويس وهيطولهم، ولو عرفوا ان البروتين هيعمل لهم عضلات كويسه، فهم هيروحوا للحاجات الصح. لما انا الولاد اغلب الوقت او اغلب وجبتهم ياكلوا حاجات صح، هيبقى فيه روم او مساحه قليله اقل للحاجات اللي هيلخبطوا فيها. يعني نملى الوقت بتاعهم ورياضة، ونملى الوقت كده علشان خاطر ما يفكروش في الأكل. بالظبط، زي لو عندك مثلا ولاد قاعدين في صف فاضيين، بدل ما يقعدوا العشر ساعات مثلا بيلعبوا بلاي ستيشن ولا بيعملوا حاجه، على هما مش ما بيعملوش حاجة غير ان هما يلعبوا وياكلوا. لو حطيت لهم ساعتين رياضه على ساعه تانية يعملوا فيها، يلعبوا ميوزك او يدرسوا حاجه جديده او يتعلموا حاجه جديده، المساحه اللي باقيه هتبقى قليله، من غير ما اقول لهم ما تعملوش ده وما تعملوش ده، لان الولاد بطبعها وفي ولاد بيحبوا يبقوا هم كده، يعني انا ابني بيقعد يقول لي انا يا مامي بحب ابقى مكلبز، انا بحب الكلبزه. اوكي، اقول له اوكي كلبازه كويسه، بس ابقى صحي، ابقى تمام. صحتي كويسه، معياش كتير، ابقى عندي عضلات، ابقى شكل جسمي حلو. بس مهم قوي كمان ان الاطفال، بالذات الاطفال، يكون عندها ثقه في نفسها. فانا جزء من ان انا ما بعمل لهم او ما دايت نقول لهمش انتوا تخين، انتوا كذا. خالص، هو كمان لما ينبسط من نفسه ويلاقي جسمه حلو وبياكل اكل صحي، هو يبقى عنده ثقه في نفسه اكتر، صح يقدر يتعامل مع الولاد احسن ومع الناس. صح. وبالنسبه للاكل العاطفي، ده موضوع كبير، ده ده جميل الاكل عايز العاطفي، حلقه لوحده ده. جميل. الاكل عموما من الحاجات اللي بتودي الستريس، يعني انا ما ببقى متعصبه قوي واكل حاجه مثلا بحبها او حاجه فيها سكر عالي او كده، ده يعني مخنا، عشان هو بيبقى عارف اللخبطه اللي في جسمي والهرمونات اللي نزلت، وان انا مثلا هرمونات السعاده عندي نازله شويه زي هرمون السيروتونين، يلجا اول حاجه للاكل، يا تشوكلت يا حاجه مسكره يا حاجه بيكري مثلا مخبوزات. وده اي حد ياكله يعني؟ كل الناس بيأفكت فيها هو السكريات، ولا في ناس ممكن يبقى الإفكت بتاعها حاجه تانية غير السكريات؟ لا، كل واحد بقى والحاله بتاعته. في ناس تلجأ للحاجات المسكره، في ناس تحب الحاجات الحادقه قوي. هي اوكي. دايما عموما الكومن في الموضوع انه الحاجه بتبقى اكستريم، يعني يا مسكره قوي يا حادقه قوي، يا فيها نشويات عاليه قوي، يا سيمبل اما كربوهيدرات، سكريات وبعدين حوادق.
ده بقى بيبقى عايز يعمل ساتسفاكشن قوي، فالجا للحادق قوي وللحلو قوي عشان هو بيحاول انه يساتسفاي، انه يبقى مرتاح. طيب فالاكل العاطفي ده يعني محتاج بس قصه. نعمل عليه كنترول ازاي؟ يعني ازاي نعمل كنترول، وايه الفرق ما بين ان انا اعرف ده اكل عاطفي حقيقي ولا انا جعانه جوع كده؟ جعانه جوع كده. بصي، اول حاجه احنا اتفقنا ان الاكل ده هو الحاجه اللي بتخلينا تودي الستريس. في بقى كذا حاجه. اول حاجه لازم ابقى عارفه هو انا ستريسد ليه. لو حاجه سبب اقدر اتغلب عليه، مش بنام كويس، عندي مشاكل في شغلي، عندي مشاكل في البيت، يومي ملخبط، ما عنديش تايم مانجمنت، او مش عارفه اظبط وقتي، حاجات اللي بتؤدي للستريس. لو حاجه صغيره اقدر احلها افكر فيها. اهم حاجه في اي مشكله ان انا ابقى كونشس او ابقى يعني واعيه قوي انا ليه واصله للحاله دي، او انا ليه عندي الستريس ده، واحاول احلها. لو حاجه لونج تيرم مثلا تاخد وقت طويله، زي مثلا مشكله في علاقتي مع حد، دي هتاخد وقت وستابس كتير. لو حاجه صغيره اقدر يعني اسهلها لنفسي، زي مثلا تنظيم وقتي، ترتيب حياتي، حاجات اقدر اشتغل عليها اشتغل عليها. فانا بقى كده عملت السبب الرئيسي اللي خلاني انا ستريسد اصلا. طيب المفروض ان انا ما ببقى ستريسد، عارفه ان انا في ناس اكيد انت عارفه الحكايه دي، بالليل الناس بتجيلهم طبعا الحكايه دي. عارفه الناس دول جدا. عارفاهم جدا. بيحصل ايه بقى بالليل؟ بنبقى جعانين وعايزين ناكل الساعة 3 بالليل اصلا. وافتح التلاجة واقفل في التلاجة بس ده حب في الاكل متهيألي، او زهق. هو زهق. زهق. ما هو زهق، ولا معناه ان انا طول يومي انا كنت ستريس، مش مبسوطة، متضايقة، على فكرة ولو مبسوطة برضه. وعايزة حاجة يعني تريحني شوية بالنسبة لموضوع الاكل ده. فزي ما قلنا بنلجأ لحاجات كتير. نعمل كنترول بقى عليها دي، نفكر ان احنا ابقى كده ايه. واعية بقى، ابقى انا عارفة ان انا بالليل ده بيحصل، يا اخرج يا انزل العب رياضة، يا اشغل نفسي بحاجه على ما يعدي الاتاك بتاعت الوقت ما ده. هو ده غالبا بيجي في وقت ما فيش فيه رياضه ولا فيه اي لا، حاجه. دايما الرياضه تنفع. اقدر انزل احضر مثلا كلاس مديتيشن، اقدر اقرا كتاب حلو، اتابع مسلسل انا بتفرج عليه في الميعاد ده، يعني اشغل نفسي على ما تعدي الكام ساعه اللي بيحصل فيها ده. اوكي. في بقى تولز كتيره. الاول نتكلم، سالتي اسئله داخله في بعض كتير. الاول لازم افرق الاكل ده، الجوع اللي انا جعاناه ده، جوع عاطفي ولا ده جوع فسيولوجي جوع طبيعي. حقيقي. لو انا جعانه جوع طبيعي، اي اكل مناسب مش بكرهه وبحبه يعني هاي ساتسفاي، وهقدر اكله وخلاص وابقى مبسوطه. الجوع العاطفي انا ببقى عايزه حاجه معينه، يعني مثلا عايزه وايت باستا، مثلا وايت صوص من المحل الفلاني، عايزه بالبيف بيكون بيتزاية مثلا، وشم الريحه. وشم ريحته. ولا كل حد يعزم عليا باي اكل، او افتح تلاجة اشوف اي اكل، لا مش هو ده اللي انا عايزاه، ابقى انا كده مش جعانه، انا عايزه حاجه معينه. طيب. ودايما الاتاك بتاع الجوع بيبقى فجاه، فجاه لاقيني جعانه، ده حقيقي. مش اخد جراديوال. الجوع العادي تقدري تسيطري عليه، تشغلي نفسك شويه، تشربي ميه، تشربي اي اعشاب، تعدي شويه وتاكلي بالراحه. اوكي. التاني بيبقى اتاك، ولا انا عايزه الحاجه دي معينه. دايما بقى الاكل العاطفي ده بعديه ببقى حاسه بذنب. اولا ببقى اكلت كتير جدا، جدا، مش عارفين ناخد نفسنا. مش عارفه اخد نفسي، ومش بعتش خالص، وعماله اكل ومش بشبع، عشان انا مش باكل عشان جعان، انا باكل عشان انا مش ساتسفايد، مش مرتاحه، وعايزه حاجه تريحني. فده الفرق، يعني لازم ابقى مفرقه نفرق بين ده وده. طيب حاجه بقى مهمه وناس كتير بتسال عليها، الادويه اللي بتخسس، هل دي فعلا افكتيف للدايت، ولا هو يكفي ان الواحد يعمل دايت ورياضه وخلاص؟ لا وايه بيكفي. وايه منها مضر من غير اسماء، بس هو ايه منها اللي بيضر؟ هل الحاجه اللي بتشتغل على المخ علشان تعمل الشبع، هل ايه بقى اللي فيهم مضر؟ في أدوية بتعلي الحرق. احنا عموما مع مرور الوقت ومن بنكبر شوية في السن، الحرق بتاعنا بيقل. في ناس بتلجأ للأدوية عشان تعلي الحرق. في منها حاجات سيف، يعني ممكن أخدها تساعد مع تعديل سلوك حياتي، يعني أنا عشان أنا ابتديت خلاص حرقي يقل، لازم ابتدي العب رياضه، اشرب ميه، اكل كل وقت يعني ما بين الوجبات وجبات صغيره، سناك صغيره تعلي الحرق، اتنفس صح، انام كويس، الحاجات دي كلها. الادويه او الحاجات اللي نقول عليها مش ادويه، نقول عليها سبلمنتس، لان هي مكملات غذائيه بيكون اساسها شاي اخضر، قهوه اللي هي العربي، حاجه اناناس، حاجات زي كده تعلي الحرق. ده نوع من الادويه، ده اوكي. النوع التاني هي الأدوية اللي بتحرق الدهون. ده مش أي حد يقدر ياخده، ومش ريكومندد، لازم دكتور يكتبه،
ويكون تحت اشراف دكتور والفتره صغيره لو انا مضطر قوي ان انا اخده، لانه ليه مشاكل بقى كتيره، بيعلي ضربات القلب مش كويس، بيعلي الضغط، فليه حاجه بيعصب جدا جدا. بيعصب بيعصب وبيزود ضربات القلب فعلا. بالظبط. وفي ادويه تانية بتشتغل على بقى على مخي ان انا ما احسش بالجوع، دي اخطر، ودي اخطر حاجه، اخطر حاجه دي، أخطر مش حاجة. دي مش معانا خالص يعني. طب وبالنسبه للرياضه بقى؟ الرياضه دي اجمل حاجه في الحياه. الرياضه بتحسن المود جدا، وبتعلي هرمونات السعاده جدا، وبتخلينا ننام احسن، وبتخلينا نحرق احسن، وبتخلي جسمنا توند، وبنعمل تعتبر زي نشاط اجتماعي، لان انا ما بعمل رياضه هي هحضر كلاس حاجه. طب هل لازم امشي بارلل الرياضه مع الدايت، ولا ممكن دايت بس من غير رياضه؟ هي الرياضه خلينا نقول انها مهمه اساسيه عشان اعمل دايت او ما اعملش دايت، يعني ده لازم يبقى بارت من حياتي، لازم جدولي يكون فيه رياضه كذا ساعه في الاسبوع. طبعا كل ما تعملي حاجات كتير مع بعض، يعني تعملي دايت وتعملي رياضه، اكيد هتبقي احسن، وخصوصا انها بتحسن المود، فاقدر امشي على الدايت فتره طويله. طيب اللي بيعملوا دايت غالبا بيمروا بمشاكل، مثلا شعرهم يقع، ضوافرهم تتكسر، الكلام ده، فهل مثلا في سابلمنتس او حاجات مفروض تتاخد، بناخد حاجات بارل برضو معاها مع الدايت؟ لو انا عامله دايت صح، يعني بنزل كيلوات قليله، وعلى فكره الدايت الصح الناس هتتفاجئ، هو المفروض الناس تخس من نص لكيلو ماكسيمم في الاسبوع، الاكتر من كده ده بيكون في الاسابيع الاولانيه عشان الواحد بيخس بينزل ميه. لكن الدايت اللي بيخسس كيلوات كتير ده غلط، لان هو بينزل بسرعه نسبه دهون كتير قوي من جسمي، وبالتالي شعري يتاثر وبشرتي تتاثر، وعاده بيكون التاثير ده بعد مثلا شهر ونص شهرين من الدايت، مش بحسه في ساعتها. فالصح ان انا امشي على دايت متوازن، يعني دايت يكون فيه خضار كتير وفيه فاكهه وفيه بروتين، سواء بقى نباتي او حيواني. بروتين النباتي ده زي مثلا البقول، العدس، الحاجات النباتيه. في الحاله دي انا مش هتاثر قوي. لو انا عامله تحاليل وعارفه ان انا عندي نقص في فيتامينات معينه، اقدر اخد الفيتامينات دي تحديدا للدايت ده. بس عموما هي بيبقى في كل مرحله عمريه ليها سبلمنتس او فيتامينات مصاحبه لازم اخدها، زي اوميجا 3، زي فيتامين دي، زي كالسيوم. بالنسبه مثلا للفيروجلوبين، دايما يعني طالع الايام اللي فاتت ديت ان معظم الاطفال وحتى الكبار الفيريتين اللي هو مخزون الحديد بيبقى قليل، فالدوت بالنسبه له هل ممكن نعوضه حاجات اكل بدل الادويه، بدل فيروجلوبين؟ لان دايما يتاخد 3 شهور ويتوقف 3 شهور، ف دايما الناس مش بتلتزم يعني. طبعا هو الاكل هو المصدر الاساسي لاي نوع سبلمنت. اذا الاكل ده مش مكفي، يعني انا باكل صح مظبوط ولسه عندي ديفيشنسي او عندي نقص فيه، لازم ان انا اخد الدواء. لكن الاكل على اللونج تيرم بيساعد، ودايما الحاجه اللي باخدها من الاكل هي افيد واصح من الادويه. فطبعا الاهتمام، احنا عشان لو يعني ولادنا مش بنهتم من الاول ان هم نعرفهم ان ده مهم ياكلوه، والبروتين مهم والحديد مهم، ونعرفهم حتى دايما نديهم زي ارشادات كده، ده هم بيبقوا عارفين بس مش عايزين ياكلوا يعني عارفين ان ده مفيد بس احنا مش بنحبه، ده اوكي بس احنا مش عايزين ناكله، فهي دي اللي بتبقى مشكله. بصي بقى اقول لك على حاجه جميله قوي. دايما لو تبصي في بره مثلا الشكل الطبق وانت بتحطيه للولاد، البرزنتيشن بتاعت الحاجه نفسها حلو قوي. لو انت حطيتي في الطبق شويه بسله صغيرين، شويه سبانخ صغيرين، مش شايفين البسله عشان مش متعودين. واقول لك على حاجه تانية، عشان احنا مش بنعمل كده. لو انت هو ده الطبق اللي على السفره، او هو احنا ده السيتنج، وكلنا بناكل زي بعض، هيبقى هو ده. ما هم يعني هو لو طلعوا لقوا ده في البيت، مش هو عليه عقاب ان هو لازم هو ياكل بالذات الحاجات دي. لا، هو احنا كلنا نبقى كده في البيت. طيب قولي لي بقى، انا شفت ناس كتير جدا خسوا ويقولوا لي ده من الكيتو، فالكيتو ده عباره عن ايه؟ الكيتوجينيك دايت ده دايت بدل بقى ما هو هاي بروتين، هو كله بروتين وفاتس، دهون وبروتين. خلينا نقول الاول ان اي نظام غذائي ينفع لحد وما ينفعش لحد، يعني حسب. هو ما ينفعش لمين بقى؟ ما ينفعش للاطفال اقل من 18 سنه. ما ينفعش للستات لفتره طويله في مرحله عمريه من 35 فيما فوق، لانه بيأثر على الهرمونات. ما ينفعش للناس اللي عندها كوليسترول عالي، انت بتاكلي دهون وبتاكلي بروتين. ما ينفعش للناس اللي عندها ديبريشن شويه، او مودها ما بيبقاش كويس فتره طويله، علشان بقى ما فيهوش سكريات، علشان ما فيهوش يعني انا دايما اقول الدايت الصح هو البالانس دايت، او الدايت اللي فيه كل عناصر الغذائيه اللي ربنا خلقها.
الا لو عندي حساسيه من جزء منها يعني، او عندي مشكله في الهضم من حاجه يعني، عندي سبب صحي يخليني امتنع عن حاجه معينه. فهو كل حاجه ربنا خلقها ليها فايده، بتفرق في الهرمونات، بتفرق في المود، بتفرق في تكوين الماسلز. يعني اللي بيعمل كيتو مثلا فتره طويله وبيلعب رياضه، بعد فتره طويله بتنزل عضلاته، لان عضلات محتاجه كربوهيدرات مثلا. فهو نظام ينفع نمشي عليه فتره، ومش كل الناس. قد ايه مثلا؟ ما بقول لك بقى تفرق يعني، في ناس لما بتقول لي مثلا بتجيلي هتعمل دايت، انا الاول بسال الناس تحبوا تعملوا دايت ايه. لازم لازم الواحد يقتنع بالنظام اللي عايز يعمله وشايفه مناسب وانت لحياته. وانتي بتختاري ولا هم؟ يعني انت بتقول لهم عايز تعمل دايت ايه، طب هو ممكن يبقى مش فاهم. لو انا بفهمه، لو نقى حاجه مش مناسبه ليه، طبعا ببقى واخده الميديكال هيستوري بتاعته، يعني اذا عنده بياخد دواء، اذا عنده، وببقى عارفه المرحله العمريه وكل ظروف الحياه يعني. دايما انقي دايت يمشي على ستايل حياته يعني. انا ما ينفعش حد مثلا بيشتغل شيفتات بالليل واقول له اصحى بدري وكل بدري وكده، ما ينفعش. فانا لازم عشان الدايت يمشي لونج تيرم ويبقى نظام حياه، يبقى ماشي راكب مع حياتي. فكل واحد ليه الدايت بتاعه الخاص بيه. فاذا الكيتو بينفع ليهم اوكي بنمشي كيتو، اذا ما بينفعش بنختار نظام تاني. تمام. بس هو ليه مميزات وليه عيوب، وبينزل وزن طبعا. بينزل وزن كتير. طب ايه عيوبه بقى؟ ما انا بقول لك غير الناس اللي ما ينفعش. عيوبه فيزيكال، عيوبه فيزيكال ان هو بينزل ماسلز. سايد افكت؟ بينزل ماسلز، بينزل ماسلز. لو حد مريض سكر وما بياخدش خالص كربوهيدرات وبياخد انسولين او حاجات زي كده، مش هينفع، لان هو لازم ياخد حاجات فيها نشويات. زي ما بقول لك كده يعني، بالنسبه للستات تحديدا من 35 فيما فوق هو مش مستحب قوي لفتره طويله، يعني نقدر نقول شهرين ثلاثه. اوكي. من اهم بقى عيوبه ان الناس بتزهق منه بسرعه وبتنقل على دايت تاني. فهو لازم الكيتوجينيك دايت تخرجي منه باستراتيجي. طب وهل ينفع يحصل شيفتنج؟ يعني مثلا انا بعمل كيتو فانقل اعمل حاجه تانية الاسبوع اللي بعده مثلا، او الشهر اللي بعده، وارجع الكيتو تاني؟ الكيتو تحديدا لازم امشي جراديوال. يعني لازم اخرج منه بالراحه، يعني لازم ابتدي ادخل النشويات نوع نوع بمقدار معين على مدار فتره معينه. ما ينفعش ابقى انا النهارده كيتو وبكره انا باخد مثلا رجيم سعرات عادي. أوكي. لا، هزيد جامد جدا. فهو ده عيبه الاساسي يعني. طب قولي لي بالنسبه بقى للحوامل، الناس الحوامل هل ينفع دايت وهو وهي حامل؟ طبعا طبعا، لان بيتخنوا تخن كتير جدا، ويبقى برده ما فيش كنترول، ومتهيألي في الاخر برده بيبقى ما فيش فيتامينز ومحتاجين سبلمنتس والكلام ده كله. طبعا بلس الفيتامينات اللي اي حد حامل بتاخدها، لازم تمشي على نظام غذائي، نظام غذائي عشان يكفر او يغطي الحاجات اللي هي لازم تاخدها، ان كان حديد، ان كان فيتامينات، ان كان بروتين. لازم حتى لو هي مش عايزه تحافظ على وزنها، لازم تحافظ على صحتها وعلى مخزون الحاجات دي، لانها هتروح منها كله، هيروح للبيبي. فلازم تبقى مخليه بالها. وبرده بستخدم نظام الزحمه، يعني هي لو اخذت الحاجات الصحيه كتير في الاكل واخذت مساحه من الدايت بتاعها، هيفيد مكان قليل للخبطه بقى، الحاجات اللي هي نفسها فيها. لا هي اكيد قاعده بتلخبط على طول. طيب قولي لي يعني ايه بقى في الاخر، بتقولي لي بريف كده اهوت، او تقولي للناس ايه احسن حاجه ممكن يعملوها علشان خاطر يعني جسمهم يبقى كويس، يعيشوا في حياه صحيه وغذائيه كويسه او كده؟ اهم حاجه ان انا احسن اللايف ستايل بتاعي. اذا بلعب رياضه ازودها، اذا مش بلعب احط رياضه، اختار قوي النظام الدايت المناسب لحياتي. مع نظام يومي، مع ليفل اوف ستريس بتاعي، انا مضغوطه في شغلي قد ايه، بشتغل او قاعده في البيت، ولادي قد ايه. يعني الحاجات دي مهمه جدا، اختيار النظام الصح كدايت مهم. بالنسبه للصحه العامه، انا لازم دايما ابقى بشتغل على نفسي. يعني لازم اعمل لنفسي حاجه صحيه كويسه. ان كان بقى مشي، ان كان اشرب ميه كتير، اكل اكل صحي، على الاقل وجبه في اليوم ابقى انا راضيه عنها ان دي حاجه كويسه دخلت معدتي مظبوطه. الاكل العاطفي اللي احنا اتكلمنا عليه ده ابقى واعيه جدا ليه، عشان ما اسيبش نفسي وبعد فتره هلاقيني بزيد. يعني احنا انت عارفه انه في العادي لو انا مثلا باكل نفس الاكل وبعمل نفس المجهود، كل 5 سنين ممكن ازيد اب تو 5 كيلو. فانا لو كل 5 سنين هزيد 5 كيلو، هوصل فين؟ مش هينفع يعني. فلازم ابقى يعني محسنه اللايف ستايل بتاعتي. انا بشكرك جدا جدا بجد، ونفسي نقعد اطول من كده. واكيد المره الجايه ان شاء الله هتبقي معانا ان شاء الله، ونتكلم في الجلوتين فري، ونتكلم في امراض المناعه طبعا. اوكي. ان شاء الله.
ميرسي جدا بجد يا رحاب ميرسي على يا رانيا، حضورك مبسوطة ان انا معايا، معاكي. ميرسي والله مبسوطة جدا ان انتي موجودة معايا في اول حلقة. ميرسي يا ميرسي حبيبتي، يا حبيبتي. ميرسي. هنروح فاصل ان شاء الله.